تم الله يجازيكم بخير. اولا كنعاود نقولها الريفليكس ديالكم، حنا بغينا خصنا يكون عندنا التباعد، حنا اللي غنقولوا للناس ديروا التباعد، راه خاصنا نحترموا مثل بيناتنا. مطهر مولاي مصطفى فاعل جمعوي. النداء ديالي بهذه المناسبه ايها المواطنون، ايها الساكنه ديال مدينه مراكش، الرجاء الاحترام ديال التباعد، الرجاء الاحترام ديال الغسل ديال اليدين ووضع الكمامه الوضع الصحيح، لانه كنشوفوا اليوم المستشفيات العامره كاين مشاكل كثيره، الناس تعبات. لطيفه ايت الرئيس، لطيفه رئيسه جمعيه الوحده الوطنيه فعاليه مجتمع مدني ومنسقه الحركات حركه شباب سعود مرز. الحاله اللي هي خطيره جدا جدا، وصلنا واحد المرحله اللي هي صعيبه، ملي كنطيحوا في الالف وكثر من الالف راه ناقص الخطر كيدوق. خصنا كل واحد في داره، واخا يكون في داره عائله، نحاولوا كاع حتى نديروا التبصيل لبعضياتنا، ما ناكلوش مجموعين، نحاولوا نديروا واحد الطبق كل واحد ديالنا في الطبله، نفرقوا ونكونوا دائما بعد. ممكن واحد فينا يكون مريض في الدار وما بينش فيه المرض، واحد يدير احتياط. الوقايه خير من الف علاج، لانه الطب راه تغلبوا على امرهم، الامر تغلبوا على امرهم، السلطه المحليه تغلبوا على امرهم، الله يكون في عونهم. تيباتوا سهرانين، تيباتوا خدامين، والناس ما باتش توعى. الله يهديكم، الله يجازيكم بخير، الله يرحمكم الوالدين. الا ما وعوا وردوا البال لراسكم، راه هذا الشيء خطر بزاف. الله يكثر خيركم، هذا هو النداء ديالي اللي بغيت نوجه للمواطنين. ام محمد الشقري، امين مال الجمعيه طريقكم للتوجيه. دوك بالاهداف الرئيسيه ديال الجمعيه تاعتنا طبيعه الحال تنظيم قوافل طبيه اللي تعتني بمتطلبات العائلات المعوزه، تنظيم حملات تبرعيه، حملات تبرع بالدم على صعيد مدينه مراكش، وكذلك تنظيم عده حملات تحسيسيه في عده مجالات. واليوم حنا حاضرين هنايا كممثلين المجتمع المدني، مجتمع مدني مطالبين ان نوقفوا وقفه رجل واحد الى جانب السلطات المحليه للتصدي لهذه الجائحه، وتنتمنوا من المواطنين كذلك انهم يتحملوا المسؤوليه ويعرفوا. تشوفوا مؤخرا
في البدايه ديال الجائحه كنا تنهضروا كنا تنسمعوا شي حد مريض شي حد عاده بمرض كورونا تنسمعوا من بعد ما تنعرفوش شويه ولينا تنسمعوا بؤر صناعيه بؤر صناعيه ولينا تنسمعوا بؤر عائليه بؤر مهنيه والان ولينا تنسمعوا واحد قريب لينا مات يعني المساله راه اللي قريبه لينا بزاف واحد من العائله مات يعني حنا كلنا مهددين تنطلبوا من ساكنه مدينه مراكش انهم يلتزموا بشروط الوقايه الصحيه ويبعدوا من الاماكن العامه يبعدوا من التجمعات الحدائق يبعدوا منها ويحترموا داكشي اللي تطلبوا منهم السلطات المحليه لانه السلطات المحليه طبيعه الحال تبذلوا مجهود كبير ومازال تبذلوا مجهود كبير وطبيعه الحال راه بغاو المواطنين السلامه ديالو ونتمنوا نتوفقوا جميع باش نتصدوا لهذه الجائحه هذه.